بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن الهبات الحرارية أو الهبات الساخنة في المرحلة الانتقالية لانقطاع الطنف، أسبابها وأعراضها وعلاجها بالأعشاب والزيوت الطبيعية وكيفية التصرف في حدوث الهبات الحرارية، ثم سنتحدث عن العلاجات البديلة للهبات الساخنة، وأخيراً متى تنتهي الهبات الساخنة؟ عادة يمكن لطبيبك تشخيص الهبات الساخنة بناء على وصفك للأعراض التي تعاني منها، وقد يقترح الطبيب إجراء اختبارات الدم للتحقق مما إذا كنت في مرحلة انتقالية لانقطاع الطنف أم لا. قبل كل شيء، هل تشكل الهبات الساخنة خطورة؟ وما هي أسبابها؟ تعتبر الهبات الساخنة من المشكلات الصحية المزعجة التي تسبب تعرق وارتفاع حرارة الجسم وبعض الأعراض الأخرى، وطرق تساعد في تخفيف الهبات الحرارية، وسنأتي على ذكر كل ذلك لاحقا. يشعر بعض الأشخاص بهبات ساخنة وشعور بحرارة عالية مفاجئة، وغالبا ما تكون في منطقة الوجه والرقبة والأذن، ويمكن أن تصل إلى الصدر وتصاحبها بعض الأعراض الأخرى، ثم تختفي هذه الهبات بعد دقائق. فما هي أسبابها؟ فاصل ونواصل. ما هي أسباب الهبات الساخنة؟ هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الهبات الساخنة، وتشمل أولاً مرحلة انقطاع الطنف. ترتبط هذه الهبات الحرارية بمرحلة ما يسمى بسن اليأس لدى المرأة، فبعض النساء يعانين منها كأحد أعراض ما بعد انقطاع الطنف. ثانياً، تغيرات في الأوعية الدموية، ونتيجة تمددها قرب سطح الجلد، وبالتالي تشعر المرأة بهذه السخونة المفاجئة. ثالثاً، تناول بعض الأدوية. هناك أدوية تؤثر على الجسم وتسبب حدوث الهبات الحرارية، مثل منشطات المبايض وغيرها. رابعاً، التدخين، فتزداد فرص الإصابة بالهبات الحرارية لدى الأشخاص المدخنين. خامساً، السمنة، أيضاً تعتبر السمنة أحد العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بالهبات الساخنة. وتصاحب هذه الهبات الساخنة بعض الأعراض، وهي تقلبات أو تغير المزاج والقلق والتوتر والاكتئاب وصعوبة في التركيز وانخفاض الرغبة الجنسية واحمرار لون الجلد بسبب تمدد الأوعية الدموية، فيحدث احمرار في المناطق التي تصاب بارتفاع درجة حرارة. أيضا التعرق الشديد، حيث تتسبب الهبات الحرارية في ارتفاع درجة حرارة الجسم وحدوث التعرق، ويمكن أن يحدث شعور بالبرودة فيما بعد. أيضا الدوار والدوخة وفقدان التوازن والميل إلى الجلوس وعدم التحرك مع البحث عن أي مصدر هواء. أيضا الشعور بالعطش، لأن كثير من العرق يخرج من الجسم بعد الهبات الحرارية، وبالتالي يحتاج المصاب بها إلى شرب الماء. أيضا سرعة في ضربات القلب مع سرعة التنفس، وذلك في حالة استمرار الهبات الحرارية لبضع دقائق. أيضا الاستيقاظ من النوم، وذلك عندما تحدث الهبات الساخنة أثناء النوم وتسبب التعرق الليلي، وبالتالي تحدث اضطرابات في النوم وأرق. علاج الهبات الساخنة: لا يمكن علاج الهبات الساخنة بشكل تام، ولكن يمكن التخفيف من حدوثها عن طريق بعض الإجراءات. ما هي هذه الإجراءات؟ أولاً، تناول الأدوية والتي يصفها الطبيب وفقاً للحالة، حيث تساعد في عدم حدوث اضطرابات الهرمونات التي تسبب الهبات الساخنة. 2- الحصول على الغذاء الصحي الذي يمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة، ويمكن أن تكون هناك حاجة للمكملات الغذائية التي تعوض نقص بعض الفيتامينات، ويرجع هذا أيضا إلى الطبيب، وخاصة طبيب التغذية.
كذلك يجب الحفاظ على الوزن الصحي وتقليل الوزن إذا كان زائدا حتى تقل احتمالية حدوث الهبات الساخنة. 3. الحفاظ على الهدوء النفسي والبعد عن مصادر التوتر والقلق، بالإضافة إلى ممارسة التنفس العميق يوميا، وسندرج لاحقا لمحة عن التنفس العميق ودوره في تخفيف الهبات الساخنة، وأيضا ممارسة الرياضة بشكل عام، كما أن تناول مشروبات الأعشاب تساعد في تهدئة الأعصاب مثل اليانسون والشاي الأخضر والبابونج. 4. تجنب تناول الكافيين، والذي يؤدي إلى حدوث تقلبات حرارية بالجسم، فينصح بتقليل القهوة بقدر المستطاع. 5. الابتعاد عن التدخين، لأن التدخين يزيد من فرص الإصابة بالهبات الحرارية بالجسم. كيفية التصرف في حالة حدوث الهبات الحرارية؟ في حالة حدوث الهبات الحرارية ينصح بالقيام بهذه الأمور: أولاً، التواجد في مكان بارد، لأن هذا يساعد في تقليل الشعور بالحرارة الشديدة أثناء حدوث الهبات الحرارية، ويمكن وضع الوسائد الباردة على الوجه عند حدوثها. 2. الحصول على الراحة وعدم الحركة حتى ينتهي الشعور بالدوار والتعرق الذي يحدث أثناء الهبات الساخنة. 3. شرب الماء، لأن الجسم يفقد العديد من السوائل أثناء التعرق بعد ارتفاع درجة حرارة الجسم، وبالتالي يحتاج إلى الماء لتعويض هذا النقص. 4. التنفس العميق ومساعدة الجسم في التخلص من هذا الشعور حتى لا تزداد ضربات القلب. والتنفس العميق أو المنظم هو تنفس حجابي بطيء وعميق في التنفس الطبيعي. كيف؟ تأخذ المرأة حوالي 12 إلى 14 نفسا في الدقيقة، أما في التنفس المنظم فإن المرأة تأخذ بين 6 إلى 7 أنفاس فقط في الدقيقة، تقريبا نصف المدة. يعني كانت تأخذ بشكل طبيعي 12 إلى 14 نفس في الدقيقة، أما في التنفس المنظم تأخذ من 6 إلى 7 أنفاس فقط في الدقيقة. والأنفاس المنظمة بطيئة وهادئة وعميقة، بما يكفي لتحريك الحجاب الحاجز، طبعا اللي هو الجدار العضلي الموجود أسفل الرئتين. والهدف من التنفس المنظم هو تقليل المواد الكيميائية الإجهادية التي ينتجها الدماغ وتسهيل قدرتك على الاسترخاء. وتشير بعض الأدلة إلى أن التنفس المنظم قد يكون مفيدا في الحد من هبات الحرارة المرتبطة بانقطاع الطمث، بما في ذلك عدد مرات حدوثها ومدى حدتها. كما يمكن للتنفس المنظم أيضا أن يساعد على خفض ضغط الدم وتخفيف القلق وتعزيز الاسترخاء. يمكنك أن تتعلم التنفس المنظم بنفسك، وهناك تطبيقات على الهاتف أو برامج متاحة على الإنترنت، أو يمكنك طلب مساعدة من خبير متخصص، مع ملاحظة أنه قد لا يكون التنفس المنظم مناسبا إذا شعرت بدوخة أو أصبت بمشاكل فرط التنفس. خلاف ذلك، يعتبر التنفس المنظم بشكل عام نهجا عقليا وجسديا آمنا لتعزيز الاسترخاء. والسؤال: متى تنتهي الهبات الساخنة لسن اليأس؟ وكم سنة تعاني المرأة قبل اختفاء الهبات الساخنة المتعلقة بسن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية؟ من أكثر الشكاوى شيوعاً حول أعراض انقطاع الطمث أو انقطاع الدورة الشهرية مشكلة الهبات الساخنة والتعرق الليلي، وتؤثر هذه الأعراض غير المريحة على ما يقارب 3/4 النساء في فترة ما قبل سن اليأس، وهو الوقت قبل انقطاع الطمث الفعلي. ووفقا لدراسات متخصصة لسن اليأس، بمجرد وصول المرأة إلى سن اليأس قد تستمر في مواجهة مشكلة الهبات الساخنة والتعرق الليلي لمدة 6 أشهر إلى 5 سنوات، وعند بعض النساء قد تستمر الهبات لمدة 10 سنوات أو حتى لفترة أطول وبدرجات متفاوتة. وفي المتوسط تصاب المرأة بالهبات الساخنة والتعرق الليلي لمدة 7 سنوات. حبايبنا،
نكتفي بهذا القدر اليوم حتى لا نطيل عليكم، وسنتحدث في الفيديو القادم عن طرق علاج الهبات الساخنة بالأعشاب والزيوت الطبيعية، ثم سنتحدث عن العلاجات البديلة للهبات الساخنة. ومثل ما تعودنا بننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، وللاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو سنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب زوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.